الخير، النهارده هنتكلم عن الشطرنج، ازاي نلعب شطرنج اونلاين. في الاول هما 6 نقط هنتكلم عنهم. اول حاجه فوائد الشطرنج، تاني حاجه ازاي نكريت اونلاين اكونت على chess.com عشان نلعب اونلاين، وتالت حاجه تالت نقطه ازاي نعمل او ننشئ نادي الكتروني للشطرنج خاص بالاورجنايزيشن بتاعتنا، الشركه او المؤسسه اللي احنا بننتمي اليها. ورابع نقطة ازاي نعمل انفيتيشن او ندعو اشخاص معانا، زملاء في الشركة بتاعتنا او جنرال تشيس بلايرز اراوند ذا وورلد، مش بس في بلدنا، انهم ينضموا للاونلاين تشيس كلاب، لان زي ما ممكن يكون ناس من مختلف دول العالم وفي اوقات مختلفة ممكن ينضموا ويلعبوا التشيس اونلاين. وخامس نقطة ازاي نبتدي او ننشئ بطولة للشطرنج بتوقيت محدد، وفي توقيت محدد مستقبلي، مثلا بعد يومين بعد اسبوع، وتاخد مثلا 5 دقائق 10 دقائق ساعة ساعة ونص، وبكل الشروط بتاعتها من خلال نادي الشطرنج الاونلاين اللي احنا انشأناه. وسادس نقطة ازاي ندعو ونعمل انفيتيشن برضو لشركاء ولاعيبة شطرنج دوليين واللي هم منضمين لنادي الشطرنج الالكتروني اللي احنا انشأناه قبل كده، عشان يلعبوا ايه البطولة الالكترونية اللي لسه ايه انشأناها وخططنا لانشائها وعرفنا ازاي. طيب في الاول خالص هنبتدي ازاي نعرف اللي هي فوائد الشطرنج. ففوائد الشطرنج ان الشطرنج بيحسن المهارات الفكريه وبيطورها، زي ما احنا عارفين طبعا ان الشطرنج هو يعتبر بينشط الذكاء اللي هو اللوجيك او اللي هو اللوجيستيك او الارثماتيك سينكينج، وده طبعا طبقا للنظريه بتاعت الانواع او الذكاءات المتعدده لجراندر جراندر، اللي هو انا عندي 8 انواع من الذكاءات، منهم اللينجستيك والبيرسونال والانترابيرسونال والكاينتس اللي هو الحركي والفيجوال اللي هو البصري والاكستنشنال والنيوتراليست اللي هو الطبيعي والرسماتيك اللي هو خاص بالموسيقي. فاحنا يهمنا اللي هو الذكاء المنطقي اللي هو بيقوي الشطرنج. طيب يبقى احنا قلنا من فوائد الشطرنج ان هو بيحسن المهارات الفكريه ويطورها، اللي هو التفكير المنطقي والذكاء المنطقي. تاني حاجه بيقوي تقنيات حل المشكلات زي الماثماتكس بالظبط او الرياضيات، نظرا للبدائل التي يتم التفكير فيها خلال المنافسه. وبعد كده تالت حاجه بيحسن مهارات التواصل الاجتماعي الكوميونيكيشن سكيلز والبادي لانجوج، لانها بتعتمد على رد فعل المنافس اللي انت بتلعب معاه قصاده. رابع نقطة بيعزز التفكير النقدي والتحليل ومهارة التصور وتزيد من القدرات المعرفية. خامس نقطة بيحسن مهارات القراءة نظرا للاهتمام بالتفاصيل الدقيقة في اللعبة. وسادس نقطة بينشط جميع أجزاء الدماغ في آن واحد، لأنها بتمارس باستخدام كل النصفين الأيمن والأيسر من الدماغ، لأن أنا محتاج أحرك إيه وأنا بنقل إيه القطع، فده بيحسنني كل إيه وظائف المخ. نيجي بعد كده إزاي بقى إحنا نبتدي نلعب الشطرنج أونلاين. طبعا عشان العب انا الشطرنج اونلاين انا محتاج ان انا العب الشطرنج من خلال الشيس دوت كوم. فلو انا ضغطت على الشيس دوت كوم كده هنا اهو، محتاج ان انا اعمل اكونت على الشيس دوت كوم. فانا هنا اوريدي عامل اكونت. طب يعني ايه تعمل اكونت؟ يعني ريجستريشن ويوزر نيم وباسورد. وبعد ما عملت اليوزر نيم وباسورد دخلت انا على ايه على الاكونت بتاعي، بقدر احط البيكتشر بتاعتي اللي انا عاوز احطها من خلال البروفايل بتاعي اهو، بظبط البروفايل بتاعي وبكتب انا ايه النوتس اللي انا عني وبعد كده هبتدي ايه العب الشطرنج. فانا زي ما هنشوف دلوقتي كده عندي عشان ابتدي العب الشطرنج تشيس او البيتا، وعندي كمان اللي هو التشيس الديلي. يعني تمام، لو انا دخلت على التشيس ديلي ده بيخليني اقدر العب تورنمنت او بطولات بتبتدي الايام، يعني النقله ممكن تاخد كذا يوم عشان العب. الحقيقه ان انا مش هقدر اتخش في الموضوع عشان الوقت بس، فانا دلوقتي عاوز ادخل على ليفل تشيس. وفي ليفل تشيس عندي هنا دي تورنمنت، وهنشوف دلوقتي ازاي اكاري التورنمنت. بس في الاول لما اعمل ايه الكلاب بتاعي، في الاول خالص ازاي انا اعمل ايه الكلاب بتاعي. طيب يبقى هنا عشان انشئ كلاب
بعد ما انا عملت ريجستريشن ويوزر نيم باسورد هدخل هنا كونكت، وبعد كده من في كونكت هنا هدخل على كلابس، تمام، اللي هي الانديه. وبعد الكلابس هنا هبتدي في الجنب اليمين كده ادور على حاجه اسمها كرييت ا كلاب، كرييت ا كلاب، وبعد كده كليك على كرييت ا كلاب. وبعد كده هنا بختار انا الكلاب بتاعي، هل هدفعله الرسوم بتاعته مانثلي ولا ييرلي، تمام. فلو كنت هدفع مانثلي فانا هدفع في المانث الواحد حوالي الشرايح دي اللي هي اقل حاجه اللي هي الجولد، هدفع حوالي 50 جنيه مصري في الشهر. لو كان ييرلي فانا هدفع 25 في الايه في الشهر، فطبعا طبعا ايه ييرلي احسن، وهدفع كمان كل 4 شهور، تمام. دي بعد ما انشات الكلاب بتاعي خلاص هبتدي هنا ايه ابتدي اتراي البلان بتاعتي اهي، اخترت مثلا الجولد، تمام، يبقى ابتدي الخطه الشهريه بتاعتي. هنا هبتدي ادخل الفيزا اكونت بتاعي عشان انشا ايه الكلاب بتاعي، تمام. انا هنا انشات الكلاب وخلاص، بعد ما انشات الكلاب بتاعي وهدفع له هبتدي دلوقتي ايه اشوف ازاي انا ايه الكلاب بتاعي هستخدمه، اللي هي النقطة اللي بعد كده زي ما كنا بنتكلم يا شباب، النقطة اللي بعد كده اللي هي ايه ازاي انا عملت كرييت للكلاب بتاعي اهو، ازاي انفايت بيرسونز اور تشيس بلايرز للكلاب بتاعي ازاي. هرجع تاني هنا كده وهخش على كونكت، وهنا الكلابس اهي، وفي الكلابس هبتدي اكاري اشوف بقى الكلاب بتاعي اللي انا ايه اللي انا هبتدي ادعو ليه الاشخاص. فانا مثلا هشوف الكلاب بتاعي مثلا اللي هو دوت، مثلا الكلاب دوت، وابتدي ايه انفايت ايه الاشخاص. في عندي في الاول اكتر من طريقه عشان انفايت ايه الكلاب بتاعي، تمام. اول حاجه انا ممكن اخد من ايه من اللينك دوت، يبقى كنترول سي، وهاخد اللينك دوت وهحطه هنا احتفظ بيه هنا عندي اهو، وده زي ما احنا شايفين كده اهو الاونلاين كلاب لينك، وكنترول في هنا ده اللينك بتاعي. اللينك ده ممكن ابعته بالايميل واكتب انفيتيشن مسج او انفيتيشن ايميل واحط اللينك واقول له ايه مثلا اي انفايت هيلو فلان، انا انفايتنج يو تو ذا كلاب اونلاين كلاب ان ذا تشيس دوت كوم، يو كان اكسبت ذا انفيتيشن اند جوين مي ثرو ذيس لينك، اوكي تمام. وبعد كده دي اول طريقه، يبقى الطريقه الاولانيه عشان ادعو انفايت انذر بيرسونز عشان يجون الكلاب بتاعي يبقى تري من خلال اللينك او الرابط المباشر. ثاني حاجه ان انا بدخل على الفريندز، وهنا في الانفريندز بتوعي بختار مثلا من الفريندز اللي عندي، انا عندي هنا مثلا الفريندز بتوعي هم، فانا هختار بشكل عشوائي مثلا، على فكره انا يهمني مثلا ان انا ايه اختار بشكل ايه عشوائي اهو، هنا انفايت تو جوين ماي كلوب، تمام. وبعد كده اختار الكلوبس بتاعتي اللي انا عندي ديفرنت كلوبس هنا، هنا انا عندي اكتر من كلوب في دول انديه انا فعلا عامل لهم اونلاين كلوبس، فانا هدخل على الاورجنايزيشن اللي هي اسيستنت سكول وابتدي اعمل ايه انفايت، اقدر اقدر اكتب له ايه المسج بتاعتي، المسج بتاعتي اقدر اكتبها هنا اهو هلو مسج هلو I would like from you to accept my invitation to join my organization my organization online chess club. واقدر كمان سوري هي كلاب بي فور بوك، وهنا الاي دي كابيتال، اقدر اخد المسج دي كده كنترول سي واحطها هنا مع اللينك اللي انا حالا دلوقتي عملته اهو، عشان اهي كده عشان لو انا هبعت بالايميل يبقى انا هاخدها كوبي بيست بعد كده، تمام. وبعد كده بقول له انفايت، يبقى دي الطريقه الاولانيه من الفريندز بتوعي. الطريقه الثانيه سوري، او ممكن كمان من ايه من الفريندز هنا، انا عندي حوالي مثلا الفريندز ديت على فكره اهي مثلا اهو، وبعد كده برضو بقول له هنا
وانسخ الرساله اهي وانفايت. تمام اوكي. وهنا ممكن برضو سوري دول الفريندز بتوعه، انا هدخل من كونكت ودول الفريندز بتوعي انا اهو، انا بدخل بشكل عشوائي اهو. تمام الفريندز بتوعي انا عندي هنا مثلا من التوب فريندز مثلا اقدر اختار مثلا الفريند دوت مثلا اللي هو الديلي تشيس، من الديلي تشيس، وبرده هنا اهو واقول له انفايت تو ماي كلوب، وهنا ايه كنترول في. مش كده وبس، مش بس كده من التوب فريندز او من الفريندز النورمال، لكن انا ممكن هنا كمان اول ثلاث حروف بشكل عشوائي فيديني فريندز كتيره واختار منهم ايه بشكل عشوائي اهو، واختار تاني اهو اي ثلاث حروف فيديني فريندز واختار منهم. تمام هنا بقى بيقول لك ايه انتر ان اب تو 30 يوزر نيمز بير داي، يعني انت مش هتقدر تدعو اكتر من 30 شخص او 30 فريند ليك في اليوم الواحد. تمام فانا اقدر كده اهو واختار فريندز وبعد كده في الاخر ايه انفايت. تمام الرساله كده ايه بتوصل لهم. تمام يبقى ماشي. اقدر برضو اختار من الفريندز بتوعي اهو من الكونكت وبعد كده الفريندز ممكن خلال كام من فيسبوك. تمام تمام هنا مثلا ده من كندا اهو اقدر برضو، يبقى انا هنا بانفايت فريندز فروم اول اراوند اوف ايه اوف ذا وورلد. مش هيهمني طبعا هو مكانه فين لان هي اساسا البطوله ايه اونلاين. تمام بس مهم جدا طبعا يا ريت ان هم يكونوا ايه في ميعاد في بلاد قريبه، يعني مثلا في منطقه الشرق الاوسط يبقى يكونوا اوروبا والدول العربيه والدول الخليج والدول الافريقيه، بحيث يكون ليهم نفس ايه الرينج اوف تايم، لان ده كلاب وهنفتح ايه اونلاين تيرمي، مش هينفع ايه امريكا وكندا، مش هيبقى إيه هيبقى صعب جدا ان انا ايه نلعب معاهم في نفس الوقت الا اذا كان اغلب الناس من ايه من المكان إيه بتاعهم. برضه نفس الفكره انا كده عملت انفيتيشن بختار اي ثلاثه حروف وبعد كده راندوملي. تمام بعد كده لما الكلاب هيبقى فيه فريندز كتير مثلا حوالي 100 اور 1000 فريند هيبقى هو مشهور عالميا والناس هتجوين ايه وهم اللي هيطلبوا ايه ان هم يجوين الكلاب دوت وهيبقى ليه ترافيك عالي جدا وهم هيطلبوا بنفسهم ان هم ايه يجوين ايه الكلاب ده. احنا كده عملنا الكلاب بتاعنا اهو. النقطة اللي بعد كده في اللي بنعرفه النهاردة اللي هو ايه النقطة اللي عايزين نعرفها النهاردة، النقطة اللي بعد كده how to start an online chess، ازاي ابتدي بطولة دولية اونلاين على الانترنت من خلال ايه الكلاب الاونلاين اللي انا ايه انشأته دلوقتي. يبقى ارجع تاني هنا كده، هنا هدخل على بلاي وبعد كده ليف تشيس او لايف تشيس وبعد كده تورنمنت، ودي على فكره التورنمنت المفتوحه دلوقتي، دي التورنمنت اللي شغاله دلوقتي. فدي مثلا بليدز ارينا ودي برايفت. تمام ودي 5 مينتس و5 سكند، يعني الديلي بتاعها سكند من نقله لنقله باخد بنتظر 5 ثواني، او هو بيديني 5 ثواني ايه للنقله كل نقله بلعبها باخد عليها بونص 5 ثواني، ودي هتشتغل في 55 مينت. تمام دي كلاسيك وارينا هتشتغل بعد 55 مينت، دي ارينا وعدى منها وفاضل لها 70 مينت. تمام يعني دخلنا كده هنا فاضل لها 70 مينت وتنتهي. تمام جوين جوين من هنا احنا مش هنعمل جوين دلوقتي، برضو دي 5 مينت و0 سكند ديلي، وهنا دي بليدز ارينا وهنعرف ايه قصه بليدز وانواع الشطرنج دي. دي بوليت طبعا اللي هو التايم بتاعه من 0 واقل من 3 دقائق ده نوع بوليت او الرصاصه. تمام اللي هو السريع جدا. تمام اما البليدز فهو اللي هو مده التايم بتاع اللاعب الواحد بياخد من 3 دقائق واقل من 10 دقائق، يبقى مور ذان 3 مينتس ايكوال 3 مينتس or more and less than 10 minutes ده بيبقى ايه بليدز. تمام تمام في حاجه اسمها الكينج اوف هيل. المهم احنا لو قسمناهم من ناحيه التايم هيبقى في عندي اللي هو البوليت وده الاقل من 3 دقائق، البليدز ايكوال اور مور ذان 3 minutes and less than 10 minutes ده البليدز، ايكوال تو 10 minutes
and more and less than 60 minutes less than 60 minutes دوت الرابيد more equal or more than 30 minutes 60 minutes اللي اكتر من ساعه يعني دوت اللي هو بنسميه الكلاسيك. اوكي يبقى ده لو قسمناه ناحيه التايم. تعال بقى عشان نكريت التورنمنت بتاعتها يبقى نقول كلاب تورنمنت اهي بلس هنا ونضغط وبعد كده هنا هختار التورنمنت تايب هل هي سويس مانجر ولا ارينا. انا بفضل ايه الارينا. اوكي الارينا لان هي ممكن لو الوقت بتاعها ابتدى وانتهى ابتدى اولا ما بتعوز هي راوند واحده وما فيهاش تفاصيل كتيره. تاني حاجه لو الوقت عدى ممكن يخش لي في نص الوقت حتى لو فاضل دقيقه يخش ويلعب ويبقى ليه رانك كمان. تمام بعد كده هسمي التورن بتاعتي انا هسميها مثلا لو خدت بالكم هنا دايما التايم في التسميه اهو على الناحيه اليمين كده بيبتدي قبل اسم التورن. فانا هقول مثلا هي ايه هقول مثلا ان هي 5 و هحط هنا بعد دي ال 5 مينتس ماشي يبقى ده عشان هو يفهمها كده دي اللي هي ايه ال 5 مينتس تمام. وبعد كده هقول ايه الثواني بتاعت النقله يعني هياخد كام ثانيه ديلي بعد النقله. فانا هقول مثلا ان هو هياخد 3 ثواني يعني بعد كل نقله هياخد ايه 3 ثواني ايه ديلي بونص. التورمنت بتاعتي اسمها ايه اسميها بنفس الايه الاسم بتاع الاورجانيزيشن بتاعتي عشان اعمل ايه اعمل اشهر او اعمل ترافيك او اساسا التورمنت دي ليها فوائد كتيره جدا منها ان انا بلعب الشطرنج والناس بتلعب معايا وفي نفس الوقت بعمل ايه بعمل شهره للمكان اللي انا بلعب بنضم ليه والشغل بتاعي. فانا هسميها بالاورجانيزيشن اللي هي اسيو سيستم سكول اوكي وبعد كده هنا ستاندرد ولا ليف ولا تشيك ولا كينج دي انواع الشطرنج ماشي مفيش وقت عشان نشرحهم دلوقتي كلهم دول ديفرنت تايبس اوف تشيس. منهم الليف 960 ده اللي هو الرصه بتاعت القطع في الورق ما بيبقاش الملك والوزير جنب بعضه بتبقى راندم يعني ممكن يجي الملك وجنبيه الرخ او الكوين وجنبيه مثلا الحصان مش جنبيه الملك او الناحيه الثانيه الفيل تمام تمام فاخترت انا الستاندرد. وبعد كده التايم كنترول بتاعي طبعا انا هنا بسميها 5 3 فيبقى التايم بتاعي ايه 5 3 طب هنا ما فيش 5 3 في 5 5 اوكي يبقى هختار 5 5 واغير هنا ايه 5 5 اوكي يبقى هنا 5 دقائق التايم بتاع اللاعب يعني هما الاثنين بيلعبوا قدام بعض كل لاعب هياخد 5 مينتس و5 سكند ديلي لكل لاعب. طيب هتبتدي امتى؟ النهارده والساعه كام؟ مش كده؟ لا انا مش هخليها النهارده انا هخليها مثلا يوم 24 يوم الماندي الجاي 24 اوكي وبعد كده هتبتدي امتى؟ الساعه 15 ولا الساعة كام يعني؟ طيب على فكرة التايم بتاعي اللي هو التايم الدولي فأنا لازم أشوف التايم بتاعي أعرف بقى عشان إيه التوقيت بتاع البلد دي أنا في إيجيبت مثلا التوقيت هيبقى كام؟ تعالى نختار كده مثلا هيبقى الساعة مثلا 12 و 15 دقيقة الديوريشن بقى بتاعت البطولة دي كام مثلا؟ أنا هخليها مثلا الديوريشن بتاعتها مثلا هخليها ساعة ونص 90 دقيقة. تمام هو مده الماتش هو الواحد بس 5 دقائق و5 ثواني بس هي ايه 90 دقيقه معنى كده وهي ارينا فلو هي ابتدت يوم 24 اغسطس الساعه 12 وربع وعدى الوقت وفاضل مثلا 8 دقائق ممكن حد يجوين لو فاضل 10 ممكن حد يجوين عشان هي نوعها ايه ارينا تمام تمام المينيمم جيمز هخليها 1 المينيمم جيمز اللي هي ايه لو انت بصيته كده يعني اللي هو specifies how many games a player must have played before joining the tournament او the event تمام يعني البلايرز اللي انا انضموا للكلاب بتاعي دول اللي هم يعرفوا بالبطوله بتاعت بكل يوم قد ايه كم ماتش لعبوه مثلا هقول مثلا مينيمم 3 ماتشات او ماتشين ماتش واحد اوكي طيب بعد كده انا هقول له ايه كرييت يبقى اهي يبقى دي البطوله بتاعتي وهتبتدي
في 93 دقيقة، تمام؟ with registration، تمام؟ ده اللينك اهو، اللينك تو بي كوبيد اهي، وهاخده هنا بقى هنا، وهنسخ هنا كنترول في. ده اللينك بتاع ايه؟ التورنمنت بتاعتي، برضه هبعته بالايميل او ابعته احطه هنا فين؟ في التورنمنت بتاعتي زي ما هنشوف في البوت. في بصوا معايا كده هنا، لو انا دخلت هنا في الكلابس اهو، وبعد كده ده الكلاب بتاعي، فهنسخ هنا كده و هقول لهم كده دير كلاب ممبرز، وبعد كده اقول لهم ان ايه اللينك بتاعه اهو، مش كده؟ واقول لهم رساله مثلا انا ببعوه ان البطوله دي هتبتدي يوم كذا اهو، اهي اهي. انا ممكن انسخ دي كده اهو، ما اعرفش هيديني صح كده ولا لا، اهي اهو دير كلا I'm inviting you I am inviting you to join اهو الارينا ثرو، واللي هي هتبتدي كذا ثرو اللينك دوت، مش كده؟ كنترول اي كنترول سي برضو، وهاخدها هنا عشان انا هبعتها بالايميل اهي برضو اهي، واحطها هنا ايه، تمام تمام كده. يبقى انا النهارده عرفت ايه بقى؟ عرفت ازاي فوائد الشطرنج، وعرفت ازاي انشئ نادي، وازاي ادعو اشخاص، وازاي انشئ تورنمنت، وازاي كمان ايه انفايت ايه انذر اللي هم الممبرز بتاع في التورنمنت دول، سوري في الكلاب للتورنمنت اللي انا عملته. يعني انا عرفت فوائد الشطرنج النهارده إيه، وازاي انشئ اكونت على الانترنت من خلال موقع الكتروني للشطرنج زي شات دوت كوم، ازاي اكريت اونلاين تشيس كلاب، ازاي انفايت بلايرز فور اونلاين تشيس كلاب، ازاي ستارت اونلاين تشيس تورنمنت عن طريق التشيس كلاب اللي انا انشاته، وازاي انفايت امبلويز اور تشيس بلايرز ثرو الاونلاين تشيس كلاب اللي انا عندي. انا اكون منكم استفدت النهارده، وتكونوا ايه متشجعين.